السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في لاشين دي غازال. نتمنى ان هاد لا فيديو يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم بغيت باش نمشي باش نصايب واحد الكاتري لبنتي الصغيره، بيسكو ان بنتي الكبيره كاين عندها النموسيه ديالها عاديه، النموسيه ديال البلاصه وحده. بغيت باش بنتي الاخرى حتى هي نصايب ليها كاتري اخر ان شاء الله، حيت هي كانت عندها الكونه. دابا دركا راه ان شاء الله كملت 3 سنين، دونك غنحيد ليها الكونه، غندير ليها ناموسيه ديال بلاصتها بحالها بحال ديال اختها. بغيت باش نصايبها ليها عند نفس النجار اللي صايبت ليها اللي صايبت لاختها في الاول. هذا النجار هذا هو اللي تيصايب لينا دائما لي كاتري، هو اللي تيصايب لينا كاتري ديال بيت نعاس ديالي انا، ديال خويا اللي كاين في الدار البيضاء هو اللي صايبو لي، يعني انه الخدمه ديالو السلعه ديالو نقيه نقيه بزاف. داير بحال الحصيره ولا معرفتي كيف هذا هو اللي عجبني. هذا بزاف الناس كيعجبهم داك النجار. هذا هو اللي عجبني. صراحة ما عمرني ما لقيت شي نجار اللي تيخدم بنفس الخدمة ديالو، خدمته نقية وإلا صايب لك الحاجة صافي تهني فيها زعما تبارك الله عليه. دونك قلت خاصني ولا بد قبل ما نمشي لداري نصايب لبنتي الأخرى حتى هي كاتري بحال ديال ختها، باش إن شاء الله فاش يكونوا في البيت ديالهم يكونوا نفس اللي كاتري بحال بحال، نفس الديكور ونفس العود ونفس الشكل. هذا تقوصه ماشي عاليه بزاف. اييه فهمت وهذيك شويه مقوصه بزاف. مقوصه يمكن ديالي انا هو هذا. لا دابا الفوق الراس كيكون بهذا. اييه التحت كيكون بهذا باش الانسان اللي بغى يجلس كتكون ضربه طالعه عليه. طالعه تماما. اييه دابا هذاك هو اللي صايبتي لنا احنا بحال هذا. وكاين هذا المعلم ياك. كاين هذا. وهذا الشيء يكون هذا دابا تيكون بحال ما هكا، هذا دابا تيكون بحال ما هكا ياك معلم. هذا غير وحده هذه لتحت، هذا ديال تحت. اه وي ديال الرجلين. وي اه صافي فهمت. هذه بزاف هي الحيفه كتجي هنايا. هي الحيفه مضربه هنا. هو عادي بزاف. انت تطلب المضربه اللي بغيتي. تمام. هذيك المضربات كبيره. اريوا 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 غالي شراها مع شي 20000 ريال. كما تتشوفوا هاد لاماشين هي الله جابها جديده، تيدير بها السدادر، تيدير بها الديكورات ديال السدادر، تيدير بها دوك لي سيباراسيون، تيدير بها تكدريكا اللي تيكونوا في السقف في القبص. دابا راه ولا لا مود هو انه في عواد تديري القبص تديري في السقف تديري العود، يعني انه هاد العود هذا اللي منقوش كما تتشوفوا هنايا راه تيدار في السقف. وهنايا درت لكم واحد الدويره صغيره في المحل عنده، دفعنا لا كوموند ديالنا وغادي نمشيو. بحال هاد الزواقه دابا كدا في البيسي دابا. اه وكل زواقه خصك صايب العبر ديالها صافي. دابا هادي نفسها. اه الا جبتي مثلا العبر كبير هذاك اللي عندنا في البيسي ما خدامهاش، خصك عاود تصور العبر ديالها في البيسي عاوتاني عاود تخدمها. وهي هاد دابا هاد الاله هادي ملاصقه مع البيسي دابا ولا شنو؟ لا ملي كتسالي كتحل الفيشة وتحشيها من هذاك. اه تحشيها فيها صافي. هي تتحط ليها العود وهي تتبقى تخدم من راسها. تخدم من راسها تصايب داكشي اللي بغيتي. تبارك الله عليكم. اللي عملتي الديفون خرج الديفون. اللي كنا راجعين تقدينا واحد الكميه ديال الجلبانه فركناها، وقلت ضروري باش نبارطاجي معكم الطريقه ديال الاحتفاظ ديالنا بها، حيت ماما تتحتفظ بها بواحد الطريقه اللي تتبقى كما تشوفوا العام كامل ان شاء الله تبقى عندكم وما تتغسلهاش. ها نتوما تشوفوا الطريقه كيفاش الجلبانه هنايا دابا في هذه الوقيته كاينه موجوده ورخاصت. دار دابا دارت المهم 6 دراهم هذه باش خديناها. وباش غادي نعرفوا الجلبانه بانه راها زوينه وطريه، اولا كناخذ واحد الوحده كندوقوها ملي نبغيو عند مول الجلبانه ناخذ الجلبانه كندوقوا ديك الوحيده كنحسوا ملي كتعض تاكليها كتلقايها حلوه. وي ولا عضيتي فيها ولقيتيها ما فيهاش الحلاوه اولا بحال اللي المهم بحال اللي ناشفه هذيك راه عرفيها ما غاداش تجيك وما غاداش تجيك في الطاجين وما غاداش تجي، المهم غير تخسر لك بعد الماكله. هذه راه لقيناها باقا جديده باقا طريه، الا قربتها لكم من الكاميرا غادي تشوفوها كيفاش دايره. المهم تلاقينا معايا خديت هنايا خديت 5 كيلو ديال الجلبانه فركناها حيدنا ليها المهم القشره ديالها كما كتعرفوا، ولكن الا غسلناها كتعطينا واحد الريحه ملي كنطيبوها في الماكله كتعطينا واحد المذاق وتعطينا واحد الريحه. حنا عندنا دابا جوج ديال الطرق،
اما كنشدو تقريبا بحال هاد 5 كيلو غنشد واحد الجمعالق ديال دقيق الفورص وكنغربلوها عليها وكنخلطوها وكنديروها في البلاستيكات ولا في البواطات اللي غادي نديروها في المجمد. تغسيل ما نغسلهاش، هذا هو النقطه اللي بغيت باش ما خصهاش تغسلي. الا مشات حتى تغسلات الجلبانه ودرتيها في المجمد من غير الا سلقتيها، الا سلقتيها هذيك راه هضره اخرى. وثاني الا سلقناها ملي كنجيو نديروها في الماكله كتسميتو كتحل. اما هكايا الا درناها بحال ما هكايا ناشفه وملي غادي نبغيو ان شاء الله ناخذو منها ونبغيو نطيبوها هذيك غادي نغسلوها. هذيك الساعه فاش غنغسلوها غنقيوها من هذاك سميتو من هذاك الدقيق الفورص اللي قلنا اللي درنا. هذه الطريقه الاولانيه ديال الدقيق الفورص اللي قلنا. هذه الطريقه الثانيه هو كنشدو بحال مثلا هذه 5 كيلو كنعصرو عليها واحد الحامض، حامضه تكون هكا من النوع اللي طيبه فيها شويه ديال الماء، كنعصرو هكا هذه الحامضه تكون الجلبانه ما مغسولاش. نخلطوا الجلبانه ديالنا كلشي مع داك العصير ديال الحامض. العصير ديال الحامض ما كيخليهاش يكون فيها شي مذاق، وتم اللون ديالها كيبقى خضر بحال ما هو. دابا خلطناه مع داك الحامض غادي ناخذو على حساب. كاين اللي يديرها في دوك البلاستيكات، انا كنفضل كنديرها في هاد البواطات. علاش؟ حيت عندي انا عندي سميتو عندي الفريزير، عندي اتساع. زعما اللي ما عندوش اتساع عنده غير ثلاجه بوحديتها كيدير في دوك البلاستيكات كيقسمها في البلاستيكات. انا كنديرها هنا كتجيني عمليه، كنحط بحال هكا وحده على وحده في سميتو في داك الفريزير، وملي نبغي نجبد هي ما كتكونش ملصقه مع بعضياتها. كناخذ نحط واحد الطبيسيل حدايا القياس اللي غناخذ كنخوي وكنسدو كنرضعو الثاني ما كتخرجش كاع من المجمد. مهم غناخذو هكا الجلبانه ديالي. دابا راه موجوده في هاد الوقيته تبارك الله مع الشتا اللي صبات، موجوده وطريه جديده. هاد الطريقه تسبقى لك العام كامل. ايه انا راه ما كنتش معوله غادي ناخذها عندي في المجمد زعما عندي، ولكن ملي شتها بحال ما هو عجبتني زدت فيها مازال. خصنا عين نسدو عليها مزيان، نطلقو عليها مزيان. كنستعمل في الشليضات، كنديروها في الشليضات كتجي تاني زوينه، كنديروها في الكسكسو كنديروها راه جلبانه في كلشي. حيت ما غاسلينها ما والو في هذاك الشيء الرقيق، ملي كنبغيو نغسلوها نبغيو نستعملوها كناخذو كنديروها في واحد الشبكه تحت الماء وكنغسلوها مزيان. دابا كناخذو بحال الطريف ديال الحامض كنديروه هكا وهذه هي الجلبانه ديالنا باش نحتفظوا بها وملي نحتاجوها خلقاوها. وهذه هي الطريقه ديال الاحتفاظ ديالنا بالجلبانه. تبارك الله عليك ماما، الله يبارك فيك. ايه المهم نتمنى ان الطريقه ديالنا تنال اعجابكم وانكم تجربوها. راه تبقى بها الجلبانه طريه كما تشوفوها دابا. ايه راه ماشي كنديروها غير بالنسبه لرمضان صافي، بلا رمضان حتى هي عندها واحد الوقت ديالها حتى هي وما كتبقاش. بالنسبه للناس اللي عز عليهم الجلبانه وكيبغيوها مثلا السنه كلها ولا شي حاجه كنستغلوها بهذه الطريقه. اللي ما كيبغيهاش وما عندوش معاه راه ياكلها في الوقيته ديالها وصافي وكيتسنى ثاني حتى العام الماجي وكياكلها. وهنايا في الاخر ديال هذا الفيديو كنت زعما صراحه ما كنتش متوقعه هو انه جات عندي واحد لابوني جات صدقات عليا في الدار، زعما تفاجات بها وتنشكرها بزاف بزاف على الزياره ديالها. هي باش عرفتني، باش عرفت الدار ديالنا وباش عرفتني هو انها كانت ديجا كانت تقرا معايا فاش كنا تنقراو في الابتدائي. دونك قلات على الدار وملي شافت لاشين وعرفتها جات لعندي جات باش تشوفني، وكذلك عجبوها المشتريات اللي كنا بارطاجينا معاكم المشتريات ديال قبل رمضان وجات باش شوف وعجبت هذيك الجميله بزاف بزاف اللي كنتو كاملين عجبتكم وتتسولوني على الثمن ديالها. ومن سوء الحظ هو انه كلشي المعينات اللي بارطاجيت معكم في داك لا فيديو كلها ذكرت الثمن. الاخطه ديك القويميله هي بوحدها اللي ما قلت الثمن ديالها، دايره ب 4400 وفي واحد اللايف بارطاجات معكم بادق التفاصيل لون بلاسمون ديالها فين المحل فين خداتها. كاين جوج خوف سيدي عثمان في واحد المكازا يلا حلات تما كاين. فاش قرينا؟ ابتدائي. هنا في مختار السوسي. ها انتما قرات معايا في الابتدائي في مختار السوسي وجبت معاها وليدها. شنو سميتو؟ عبد
عبد الرحيم هو عبد الرحيم وجات بغات هاد الطنجرات هادو شافتهم في المشتريات وعجبتها وعجبوها. شكرا بزاف دائما اللي جيتي وشكرا كذا تجيك لاشين زوينه كنتبعها ديما تتبعها. قولي لي دابا دابا تبعيها حيت انا غزلان صاحبتك ولا قريت معاك كلشي واخا باينه قريتي معايا وكل شيء. ربي يخليكم مرحبا بك وحق الله. عرفتي راه ملي دقات قلت شكون نعم انا هنايا واخا قلت ما تيجيوش عندي البنات بزاف ما عنديش صحابات بزاف بحال ما هكايا وهي راه قرات معايا في الابتدائي وعمرنا ما تلاقينا صافي من ديك الساعات يعني كان كل واحد فين داته الوقت. هي راه بقات هنا في تيزنيت انا راه مشيت خرجت على خرجت مشيت لهواره ورجعت عاوتاني لتيزنيت. سبحان الله مرحبا بك مره اخرى. هي راه عجبتها الطنجره وقالت لماما باش تجيب ليها وحده بحالها ان شاء الله الا سافرت ان شاء الله ان شاء الله. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم ونخليكم في امان الله على بخوشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم. ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم.